بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أعطاه الله عز وجل المكارم فزرع بها الود في قلوب العباد. سيدي يا رسول الله، زرعت الود في كل القلوب بما أولاك علام الغيوب من الآداب والكرم العجيب، ومن علم وحلم واحتشام هذا، ومن المكارم التي أعطيت لرسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مكرمة العلم، والذي نحن الآن بصدده بل وعلى مائدته. وها نحن الآن ما زال الكلام موصولا حول كتاب الميزان الكبرى الشعرانية المداخلة لأقوال أئمة المذاهب الفقهية ومقلديهم لمؤلفه القطب الرباني الشيخ عبد الوهاب ابن أحمد الشعراني، المتوفى سنة 73 من هجرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا عند الكلام عن باب زكاة الفطر. تعرض الشيخ عبد الوهاب الشعراني في هذا الباب لبيان المسائل المتفق عليها بين أئمة المذاهب الفقهية في زكاة الفطر، فتعرض لمسائل الاتفاق فقال: زكاة الفطر واجبة باتفاق الأئمة الأربعة، اللي هم مين؟ سيدنا الإمام أبو حنيفة، سيدنا الإمام مالك، سيدنا الإمام الشافعي، سيدنا الإمام أحمد ابن حنبل. طيب، زكاة الفطر واجبة باتفاق الأئمة الأربعة. ثم حكى رأيا شاذا ذكره أبو بكر الأصم فقال: وقال الأصم وإسماعيل هي مستحبة، لكن حكاه على أنه رأي ضعيف ومرض، لكن متفق عليه زكاة الفطر واجبة باتفاق الأئمة الأربعة. هذا أول حاجة. وحكى المسائل المختلفة الشيخ عبد الوهاب الشعراني، وذكر منها المسألة الأولى وهي أنها واجبة باتفاق أئمة المذاهب الأربعة. قال: واتفقوا على أن كل من لزمته زكاة الفطر لزمته زكاة أولاده الصغار. تراجي البالغ، عليك زكاة الفطر، معك أولاد صغيرين، يبقى كما تلزمك، أي كما يلزمك إخراج زكاة الفطر لنفسك، يلزمك إخراج زكاة الفطر من مالك عن أولادك الصغار. طيب، كما يلزمك إخراجها لنفسك، يلزمك إخراجها عن أولادك من مالك.
الصغار. يبقى اتفقوا على أن كل من لزمته زكاة الفطر لزمته زكاة أولاده الصغار، كما اتفقوا على وجوبها عن الصغير والكبير. الصغير والإيه؟ والكبير. طيب، ده بالنسبة لهذا، ده عند جمهور العلماء. وحكي رأي عن الإمام علي بن أبي طالب أنها تجب على كل من أطاق الصلاة والصيام، وعن سعيد بن المسيب أنها لا تجب إلا على من صام وصلى. يبقى عندنا دلوقتي اللي يعنينا أن المعول عليه أنها واجبة باتفاق أئمة المذاهب الأربعة، وأنها كما تلزم الإنسان، أي كما يلزم الإنسان أن يخرجها من عن نفسه من ماله، يلزمه أن يخرجها عن أولاده الصغار، كما اتفقوا على وجوبها على الصغير والكبير، واتفقوا على أنه يجوز تعجيل الفطرة قبل العيد بيومين. قبل العيد بإيه؟ بيومين. تصلحي، لأن المقصود منه مواساة الفقراء، المقصود منه إزاي إنهم يستغلوا هذا اليوم ويجيبوا لوازمهم ويعيدهم وهم في سعادة وبشر مثل ما أنت تقوم بذلك. طيب، ده بالنسبة لهذا. ووجه اتفاق الأئمة الأربعة على وجوب زكاة الفطر، احنا قلنا انها واجبة باتفاق أئمة المذاهب الأربعة، ايه وجه يعني ايه دليل وايه العلم وايه الحكمة اللي دعت الأئمة الأربعة ان يقولوا انها واجبة؟ قال ووجه اتفاق الأئمة الأربعة على وجوب زكاة الفطر كونها طهرة للصائمين، طهرة للإيه؟ للصائم من الرفث وغيره مما وقع في الصوم، يعني كأنها تعتبر طهرة للصائم مما وقع منه ومما حدث منه، فكأنها تكبر النقص الحاصل للصائم فيما حدث منه في أثناء صيامه لهذا الشهر. ووجه اتفاق الأئمة الأربعة على وجوب زكاة الفطر كونها طهرة للصائمين من الرفث وغيره مما وقع في الصوم تعظيما لصفة الصمضانية التي تخلق الصائم باسمها. ده بالنسبة لما حكاه الشيخ مين؟ الشيخ الشعراني في ذلك الأمر. وجه من قال أنها واجبة على الصغير والكبير كون الشارع صرح بذلك. شارع من هنا هو حبيب الله ومصطفاه سيدنا محمد ابن عبد الله، حيث أوجبها النبي على الصغير وعلى الإيه؟ وعلى الكبير. طيب، ووجه جواز تعجيلها، أي تعجيل الزكاة المذكورة قبل العيد بيوم أو يومين فقط، القرب ذلك من العيد، قرب ذلك من الإيه؟ من العيد. وهي زكاة الفطر معروفة أن هي معمولة لهذا الغرض، القرب ذلك من يوم العيد وما قارب الشيء أعطي حكمه، أعطي إيه؟ حكمه. فكان يوم العيد كالتمكين من ميقات الصلاة للإيه؟ للوقت. فافهم إيه ذلك؟
طيب الراجل اللي ما طلعش زكاة الفطر ودخل عليه العيد، هناك اتفاق بين أئمة المذاهب الفقهية الأربعة على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب، وهذا ما حكاه الشيخ عبد الوهاب الشعراني، بقول واتفقوا أي اتفق العلماء من أئمة المذاهب الأربعة على أنها أي زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب بل تصير دينا حتى تؤدى، بل تصير دينا حتى إيه؟ حتى تؤدى. طيب قال هذا ما وجدته من مسائل اتفاق الأئمة الأربعة، ده بالنسبة لما حكاه. يبقى اللي ذكره ما ذكره الشيخ الإمام عبد الوهاب الشعراني فيما اتفق عليه العلماء من أئمة المذاهب الأربعة فيما يتعلق بزكاة الفطر أنها واجبة، ده أول حاجة. الأمر الثاني أن كل من لزمته زكاة الفطر لزمته زكاة أو عن نفسه لزمته زكاة الفطر عن أولاده الصغار أنها واجبة على الصغير والكبير، أنها واجبة على الصغير والكبير، أنه يجوز تعجيلها أي تعجيل الفطرة قبل العيد بيومين، يجوز في هذا الايه الامر انها لا تسقط بالتاخير بعد الوجوب بل تصير دينا عن ايه عن على صاحبها ولا تسقط عنه حتى تؤدى، حتى ايه تؤدى. ثم بعد ذلك عقب الشيخ الشعراني فقال هذا ما وجدته من مسائل اتفاق الأئمة الأربعة، أما ما اختلفوا فيه، أما ما اختلفوا إيه فيه، طبعا هي وجبة، وجبة يعني فرض، إنها واجبة يعني إيه؟ يعني فرض. هنا طبعا الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد قالوا إيه؟ قالوا إن زكاة الفطر فرض يعني واجب، يعني إيه؟ طب ما هم اتفقوا على انها ايه على انها وجبه الاول، هذا حاجه. لكن عند الامام ابو حنيفه طبعا طبعا لا فرق بين الفرض والواجب، لا فرق بين الفرض والواجب عندهم الا في الحج. جه الامام أبو حنيفة قال لك لا، مع قول أبي حنيفة أنها واجبة في هذه الحالة وليست بفرض، لأن الفرض آكد عنده من الواجب، آكد عنده من الإيه يعني هي قلنا وجبة، وجبة وفرض عند الإمام الشافعي، وجبة وفرض عند الإمام مالك، وجبة وفرض عند الإمام مين؟ أحمد، هذا حاجة. لكن عند الإمام أبو حنيفة قال إنها واجبة وليست بفرض، إنها واجبة وليست بإيه؟ بفرض في هذا. طيب فلا فرق بين الفرض والواجب عند المالكية والشافعية والحنابلة،
لأن معناهم واحد في ستة أنواع العبادات فيما عدا الحج. أما الإمام أبو حنيفة قال هي وجبة، يعني معناها إنها عندهم في عنده فرض وفي عنده واجب، والواجب أقل من الفرض عند مين؟ عند الإمام أبو حنيفة. طيب الجماعة اللي قالوا إنها فرض وهم الشافعية والمالكية والحنبلة قالوا وجه دليلهم. طيب قالوا والله تعظيم السنة المحمدية كتعظيم القرآن من حيث ما أمرت به في مرتبة ما أمر الله ما أمر به القرآن في وجوب الفعل. طيب ولكن السادة الأحناف في دليلهم قالوا هناك فرق بين ما أمر الله به الخلق في كتابه وبين ما أمر به رسول الله في كتابه في سنته، فالمرتبة الأولى من مراتب التشريع هي القرآن الكريم، المرتبة الثانية من مراتب التشريع هي السنة الإيه؟ هي السنة النبوية. ونعم ذلك الاصطلاح من الإمام أبي حنيفة، ده اللي بيعلق على الكلام ده وبيقوله مين؟ الشيخ عبد الوهاب الشعراني بيقول ونعم ذلك الاصطلاح من الإيه؟ الإمام أبي حنيفة، فإن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدحه على ذلك، أي فإن رسول الله يمدحه على ذلك من جهة رفع رتبة الحق، من جهة رفع رتبة الحق تبارك وتعالى عن رتبة عبده صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا ينطق عن الهوى. ثم عقب الإمام الشيخ عبد الوهاب الشعراني على ذلك فقال فهو نظير تخصيص الأنبياء في الدعاء لهم بلفظ الصلاة وإن كانت في اللغة هي الرحمة تفخيما لشأنهم وتفريقا بين لفظ الترحم على الأولياء والترحم على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طيب ده بالنسبة لهذا الأمر، يبقى من المسائل المختلف فيها هل هي فرض أو واجب؟ فهي فرض باتفاق الأئمة الثلاثة وواجب عند الإمام أبي إيه؟ أبي حنيفة. طيب طبعا ما عادش فيه موجود عبيد واندثر الرق، لكن أبو حنيفة بيقول إنه يلزم السيد زكاة الإيه؟ الفطر عن عبده، مع قول الأئمة الثلاثة إنها لا تجب عليه إلا إذا كان مسلما. طيب ده بالنسبة لهذا، نيجي بقى لحكم تاني، زكاة الفطر على الزوج عن زوجته، على الزوج عن إيه؟ عن زوجته في هذه الحالة. الأئمة الثلاثة سيدنا الإمام مالك، سيدنا الإمام الشافعي، سيدنا الإمام أبو حنيفة قالوا إيه؟ قالوا ومن ذلك الشيخ الشعراني بيحكي كلامهم بيقول إيه؟ قل ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إنه يجب على الزوج فطرة زوجته، يعني زكاة زوجته على نفسك وعلى أولادك وعلى امرأتك وعلى إيه؟ وعلى زوجتك. قالوا ليه؟
قال لك كما يجب عليك النفقة على زوجتك يجب عليك أن تقوم بدفع زكاة الفطر عنها، بدفع زكاة الفطر عنها. مع قول أبي حنيفة إنه لا يجب على الزوج فطرة زوجته، لا تدفع عن نفسه، رجل مش واجب عليه، فالأول مشدد على الزوج والثاني مخفف عليه ومشدد على الزوجة. ثم قال الإمام عبد الوهاب الشعران: فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان. ودليل الرأي الأول القائل بأنها واجبة، أي زكاة الفطر واجبة على الإيه؟ على الزوج لزوجته. وجه الأول أن ذلك من كمال المواساة للزوجة، أن ذلك من كمال المواساة للزوجة، ولا يليق بمحاسن الأخلاق أن يكلف زوجته ببذل المال في تطهيرها من الرجس الظاهر والباطن، لا يليق. يا زوجتك ومعاك وربنا أمرك بأنك تنفق عليه، فينبغي عليك أن من لوازم ذلك ينبغي عليك أن تخرج عنها زكاة الإيه؟ زكاة الفطر. طيب، لكن هناك للأحناف رأي أنها بتدفع عن نفسها، قال لك إن المخاطبة بذلك هي الزوجة نفسها، هي المرأة، لعود مصلحتها عليها في دينها. وإن كان الأولى من الزوج إخراجها عنها مكافأة لها على إعانته في أمر دينه. افترض أن الزوجة بتعين زوجها، الزوجة بتعين إيه؟ المرأة بتعين الراجل في هذا الإيه؟ في هذا الأمر. فقال والله وإن كان الأول أن الأولى من الزوج إخراجها، يعني معنى هذا الكلام إن الزوج يجب عليه أن يخرج عن زوجته زكاة الفطر عند الأئمة الثلاثة، وعند الإمام أبي حنيفة قال إن الأولى أن يخرج، ولكن هذا ليس بواجب إيه؟ بواجب عليه. طيب، ده بالنسبة لهذا الإيه؟ الأمر. نيجي المسألة أخرى هنا، طبعا من ملك ملك النصاب لوجوب زكاة الفطر لازم يكون الإنسان معاه ما يكفيه في يوم العيد وليلة العيد بأن يملك النصاب في مثل هذه الإيه؟ الأمر. طيب، يعني اللي هيطلعه يكون فاضل عن قوته، عن أكله وعن أكل عياله في يوم العيد وليلته، في يوم العيد وإيه وليلته. وقالوا هو 100 درهم، 100 درهم. شفت شوف يعادله كام؟ هو الدرهم الفضة دلوقتي بكام جنيه؟ بكام؟ عارف ولا مش عارف يا عم الحاج؟ كام؟ حد عارف قدر درهم الفضة كام؟ كام جنيه مصري؟ يعادل كام؟ تيجي ضربهم في 200، وبعد كده قال لك ومن ذلك تدفع على طول. قول مالك والشافعي وأحمد إنه لا يعتبر في وجوب زكاة الفطر أن يكون المخرج يملك نصابا من الفضة وهو 100 درهم، بل قالوا
إن كل من فضل عن قوته وقوت عياله وزوجته ممن تلزمه نفقته يوم العيد وليلته شيء في هذه الحالة، قالوا إيه؟ القدر زكاة الفطر وجب عليه ذلك. يعني الأئمة الثلاثة قال لك طالما أنت عندك حاجة فضلة عن أكلك وأكل عيالك في يوم العيد تطلع زكاة الفطر. الإمام أبو حنيفة قال لك لا، لا تجب عليك إلا إذا ملكت على ما علي، لا تجب إلا على من ملك نصابا فاضلا عن مسكنه وعن أولاده وعمن تلزمه نفقته، إذا كان معاه مال ما يوازي 200 درهم في هذا الأمر. ده بالنسبة لذلك الإيه الشيء، يبقى لابد أن يكون عنده ما يزيد عن 200 درهم عند أبو حنيفة، لكن عند الأئمة الثلاثة قال لك لابد أن أي مال فاضل عنه وعن أولاده إنك أنت تطلع في يوم العيد وليلته فيما يتعلق بذلك الحكم. وقت زكاة الفطر، احنا قلنا يجوز فيما اتفقوا عليه، يجوز ان يقدمه يومين قبل العيد، يجوز اخراجها ايه قبل العيد بيومين، لكن دلوقتي بنقول وقت وجوب، متى تجي وقت وجوب زكاة الفطر؟ وقت وجوب زكاة الايه الفطر في هذا الايه الامر. هناك رأي يرى بأنها تجب بغروب الشمس ليلة العيد، غروب الشمس ليلة الايه العيد، يعني المفتي أعلم بأن غدا هو أول أيام عيد الفطر. قال لك من غروب الشمس من وقت ما الراجل يقول لك لحد صعود الإمام على المنبر لصلاة العيد لخطبة العيد، إذا صعد الإمام يبقى هنا دلوقتي الإمام مالك، طيب والإمام الشافعي، قالوا إنها تجب بغروب الشمس ليلة العيد وهذا هو الراجح، والإمام حنيف قال إنها تجب بطلوع الفجر أو بطلوع الفجر أول يوم من شوال، أول يوم من إيه من شوال، والإمام أحمد بيقول إنها تجب بغروب الشمس ليلة العيد، ليلة الإيه العيد. يبقى الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد تجب بغروب الشمس ليلة العيد، ليلة الإيه العيد. الإمام حنيفة قال بطلوع الفجر، بطلوع الفجر أول يوم من شوال، طلوع الفجر أول يوم من أيام الإيه العيد تجب. أما فيما عدا ذلك، واحد قدمها قبلها بيوم ينفع، واحد قدمها إيه قبلها بيومين قال ينفع، هذا على سبيل الجواز وليس على سبيل الوجوب. تخش في مرحلة الوجوب إمتى؟ ليلة العيد بغروب الشمس عند الأئمة الثلاثة، تخش بمرحلة الوجوب عند الإمام أبي حنيفة بطلوع الفجر أول إيه يوم من أيام أول يوم من شوال، يعني بطلوع الفجر يوم الإيه يوم العيد. ده بالنسبة لهذا الإيه الأمر.
حكم تأخير زكاة الفطر من يوم العيد. اتفق العلماء على أنه فيما حكاه الشيخ عبد الوهاب الشعران، اتفق العلماء على أنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. اتفق العلماء على أنه لا يجوز تأخير زكاة الفطر أو صدقة الفطر عن يوم العيد، مع قول ابن سيرين اللي هو مين؟ محمد ابن سيرين من أئمة المالكية والنخعي، أنه يجوز تأخيرها عن يوم العيد، أنه يجوز تأخيرها عن يوم الإيه؟ عن يوم العيد. وقال الإمام أحمد: وأرجو ألا يكون به بأس، وأرجو ألا يكون به بأس. وهذا ما ذكره وحكاه عن الإمام أحمد بن حنبل صاحب كتاب المبدع. ومن هنا نجد أن الشيخ عبد الوهاب الشعراني قال: وأرجو ألا يكون به إيه؟ به بأس. طيب، وجه الأول قياس يوم العيد على وقت الصلوات الخمس. يعني إيه؟ قال لك لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد. لما أنت بتيجي تصلي الظهر، هل ينفع تأخير صلاة الظهر لحد العصر مئداً؟ قال: فكما لا يجوز تأخير صلاة الظهر إلى وقت العصر، لا يجوز تأخير صدقة الفطر عن يوم العيد. لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد. فكذلك أيضا، ولذلك طبعا الرأي الثاني بيقول اللي هو ما ذهب إليه كونه لم يرد في ذلك نص بوجوب تخصيص اليوم عند القائل بذلك. طيب نقول له: إيه رأيك بالحديث الوارد عن رسول الله: أغنوهم عن عن الإيه؟ أغنوهم عن السؤال أو عن الطواف في هذا اليوم. هل هذا محمول على الاستحباب وليس على الوجوب؟ على الاستحباب وليس على الإيه؟ الوجوب. نيجي بقى يجي لهذا الأمر، يعني هل يجوز تأخيرها عن يوم العيد؟ الراجح أنه لا يجوز أن تؤخر زكاة الفطر عن يوم العيد في هذا الأمر، وهذا ما ذهب إليه أئمة المذاهب الأربعة. طيب، ما يجزئ إخراجه في زكاة الفطر؟ ما يجزئ إخراجه في زكاة الفطر؟ أئمة الثلاثة، الأئمة الثلاثة قالوا إيه؟ بنشوف طبعا بعض المغالطين في هذا الزمان مثلهم يتمسكون بأمور لم يعد لها وجود في زماننا هذا. قال: ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إنه يجوز إخراجها من خمسة أصناف: من البر والشعير والتمر والزبيب والأقط إذا كان قوتا، إذا كان إيه؟ إذا كان قوتا. الأقط اللي هو بيتخذ من اللبن،
يتخذ من الايه؟ من اللبن المخيط، يطبخ ثم بعد ذلك يترك حتى يبقى قدامك كده زي القطع اللي هي الايه؟ الناشفه، اللي بتاكله زي العيش الناشف، ده اسمه الأقط. أبو حنيفة قال إيه؟ قال إنها لا تجزئ في الأقط أصلا، وتجزئ بقيمته، بالقيمة. يبقى الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة، قيمته قد إيه؟ يبقى عندنا يجوز إخراجها من البر، ويجوز إخراجها من الشعير، ويجوز إخراجها من التمر، ويجوز إخراجها من الزبيب، ويجوز إخراجها من الأخط إذا كان قوتا يدخر. وقال أبو حنيفة إنه تجزئ القيمة، قال أبو حنيفة تجزئ القيمة، إم تؤدي البر، امت الشعير قد ايه؟ الصاع. امت التمر قد ايه؟ قال ابو حنيفة وتجزئ قيمته. وقال الشافعي كل ما يجب فيه العشر فهو صالح لإخراج زكاة الفطر منه، كالأرز والذرة ونحوهما وإيه؟ ونحوه. ثم قال ومن ذلك قول مالك والشافعي إنه لا يجزئ دقيق ولا سويق، مع قول أبي حنيفة إنهما يجزئان أصلاً، يجزئان أصلاً بأنفسهما. وبه قال الأنماطي من أئمة الشافعية وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة عن الفطرة، وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة عن الفطرة أي عن زكاة الفطر، قال لما في ذلك من التخفيف عن المسلمين، ما في ذلك من التخفيف عن المسلمين. قال لك لاقين واحد عايز يطلع بر ماشي، واحد عايز يطلع شعير ماشي، واحد عايز يطلع دقيق ماشي. قال ايه الدليل؟ ان الدقيق والسويق اسهل على الفقراء من الحب، ياخذ الشعير عشان يطحنه، هياخد القمح عشان يطحنه، لكن ده مطحون بياخده ويستعمله ويستخدمه في الايه؟ فيما يتعلق بخبزه وغير ذلك. ذلك ان يوم العيد هو يوم سرور، فالاغنياء في سرور يوم العيد لاستغنائهم عن تهيئة ما ياكلون ذلك اليوم. بهذا الأمر لأن في ناس بتشتغل عندهم فلا يحوجونهم إلى التعب في تحصيل قوتهم المنغص لهم عن كمال السرور، بخلاف الفقراء فإنهم إذا أخذوا الحب يحتاجون إلى غربلته وتنقيته وطحنه وعجنه وخبزه عادة، وذلك ينغص عليهم السرور في ذلك اليوم. ده وجهة كلام مين؟ الإمام أبو حنيف. قال بنطلع القيمة، احنا مش عايزين ننغص على الناس، فهو انت بدل ما تديله الحبة هيروح يعمل فيه ايه؟ تمن الحب كام؟ 40 جنيه؟ 30 جنيه؟ 50 جنيه؟ طلعهم من جيبك وادهم له، يروح يجيب بيهم زي ما يشتري، فهو في ذلك الأمر انت يعتبر خففت عليه، يستعملهم زي ما يستعملهم في ذلك الايه؟ الأمر. هذا ما حكاه
الشيخ عبد الوهاب الشعراني عن الإمام أبي حنيفة في دليله لإخراج القيمة على ذلك. طيب، ده بالنسبة لما يتعلق بذلك الأمر. وقال: وأما من جوز إخراج القيمة فوجهه أن الفقراء يصيرون بالخيار بين أن يشتري أحدهم حبا أو طعاما مهيئا للأكل، فهو مخفف من هذا الوجه على الأغنياء وعلى الفقراء، فإنه يوم أكل وشرب وبعال وذكر لله عز وجل، فالطعام في هذه الحالة يسر أجسام الناس، وذكر الله يسر أرواح الناس، فيحصل بذلك السرور الكامل للأرواح والأجسام. يبقى ده وجهة نظر الإمام أبو حنيفة في جواز إخراج القيمة، وهو ما ينبغي أن يكون في ذلك في ذلك الأمر. فصرنا وقال: وقد ذاقنا ذلك مرة في ليلة الجمعة، فصرنا نأكل ونذكر، فحصل لنا سرور لا يعادله سرور. قال: ومن شك فليجرب. طيب، ثم قال: لكن بعد جلاء قلبه من الرعونات والأذكار. طيب، ده بالنسبة لما ذكره الشيخ، الأمر. يبقى يجوز أن تخرج حبوب ويجوز أن تخرج قيم، لكن الذي يتمشى مع زماننا الذي نعيش فيه هل إخراج القيمة أم إخراج الحبوب في هذه الحالة؟ ما الذي يتمشى مع الوقت الذي نعيش فيه؟ عايز تطلعها حب روح طلعها حب، عايز تطلعها قيمة روح طلعها قيم، ولكن الذي نميل إليه ويتمشى مع عصرنا الحاضر الذي نعيش فيه إنما هو إخراج القيمة. ولذلك المفتي يقول لك: السنة دي كام قدره؟ 35 جنيه. ممكن يقول لك قدره قيمته 40 جنيه. هتروح تجيب الأربعين جنيه، تدفع الأربعين جنيه، ولا تروح تشتري بهم حبوب؟ أيهما أولى؟ هياخدهم منك، يروح يبيعهم في هذه الحالة زي ما بيحصل، بياخد منك القدر. إذا كان 2 كيلو أو 3 كيلو يبقى أنت شاريهم ب40 ولا 50، هو بياخدهم يروح يبيعهم ب20 ولا ب10. مش بيحصل الكلام ده؟ بيحصل، لأنه ما يعرفش يتصرف فيه، يروح يبعتهم ياكلوهم فراخ، ياكلوهم بط، ياكلوهم وز، عشان ياخد القيمة يروح هو يتصرف فيها ويجيب بها أكل. بيان الأفضل من التمر أو البر في ذلك الأمر. قال: ومن ذلك قول مالك والشافعي، أو قول مالك وأحمد، إن إخراج التمر أفضل من البر في زكاة الفطرة، مع قول الشافعي إن البر أفضل. إن البر أفضل. لما نيجي نقيم على رأي الشافعي بنقيم على البر، ولما نيجي نقيم بناء على رأي مالك وأحمد الأفضل عنده بنقيم على التمر.
شوف هي ايه، صاع من تمر، صاع التمر بكام؟ بنيجي قايلين بيدفع عليه من بر قده كام؟ بنيجي مقيمين عليه بناء على هذا. قال ومن ذلك قول مالك وأحمد إما إخراج التمر أفضل من البر، إن إخراج التمر أفضل من البر في زكاة الفطرة، مع قول الشافعي إن البر أفضل، ومع قول أبي حنيفة إن أفضل ذلك أكثره ثمنا، إن أفضل ذلك أكثر إيه ثمن. الصاع من بر، صاع قد الكف بتاعك ده، تمنه دقيق بكام وتمنه تمر بكام؟ فأبو حنيفة قال لك أكثر ثمن هو الأفضل. يبقى أنت لما تيجي دلوقتي تقول دلوقتي التمن، لما تيجي تطلع القيمة تشوف أكثر ثمن إيه، تقول قيمته كذا، تقوم بيقدروا هذا الأمر على هذا الإيه التحديد. فالأول مخفف محمول على من كان التمر عندهم أكثر وأهنأ من البر، والثاني محمول على من كان البر عندهم أكثر وأهنأ من التمر. أما رأي أبي حنيفة فقد راعى الأكثر قيمة في هذه الحالة، فإنه مؤذن بأنه ألذ طعاما، فإذا غال، فإذ غلاء الثمن دائر مع شدة اللذة وكثرة النفع في هذه الحالة. طيب يبقى الأفضل التمر أو البر، الرأي بيقول التمر ورأي بيقول البر ورأي بيقول الأكثر ثمن، الأكثر إيه ثمن، والأنفع للفقير إن إحنا ننظر إلى الأكثر إيه الأكثر ثمن إيه، ونيجي مقدرين الصاع اللي هو إيه من البر أو الصاع من الشعير، نيجي مقدرينه على الأكثر إيه ثمر. طيب المقدار الواجب إخراجه في زكاة الفطر، قال ومن ذلك، ده كلام سيدنا الشيخ الإيه، كلام سيدنا الشيخ مين؟ الشعران، بيقول ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إن الواجب صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من كل جنس من الخمسة أجناس السابقة، من الخمسة أجناس الإيه السابقة، من بر أو من شعير أو من تمر أو من أقط أو من سويق. قال ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة إن الواجب صاع، الأئمة الثلاثة اللي هم مين؟ الإمام مالك، سيدنا الإمام الشافعي، سيدنا الإمام أبو حنيفة، الإمام الشيخ الشعراني بيحكي بيقول ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أي مالك والشافعي وأحمد إن الواجب صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من كل جنس من الأجناس، من كل جنس من الأجناس الخمسة السابقة، مع قول أبي حنيفة إنه يجزئ من البر نصف صاع، نصف إيه صاع. طيب إنه يجزئ من البر نصف إيه نصف صاع. طيب ده بالنسبة لهذا، لماذا؟ قال الاتباع الوارد من الشارع، وقال عن الصحابة، قال لك إن معاوية وجماعة جعلوا نصف الصاع من الحنطة اللي هو البر اللي هو القمح يعدل صاعين من الشعير، ف
فلولا أنهم رأوا في ذلك شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوا به، إذ هم أكثر الناس بعدا عن الرأي في الدين. ومن قال إن معاوية من أهل الاجتهاد، قال يحتمل أنه فعل ذلك باجتهاده. طيب، يبقى صعب. نيجي بقى لما يتعلق ببيان مسألة أخرى ذكرها الإمام الشيخ عبد الوهاب الشعراني وحكاها عن أئمة المذاهب الفقهية، وقال إيه؟ مبينا مصرف زكاة الفطر، قال: ومن ذلك قول الشافعي وجمهور أصحابه إن مصرف زكاة الفطر يكون إلى الأصناف الثمانية، يكون إلى الأصناف اللي هم مذكورين في آية سورة التوبة المذكورة اللي هي الآية رقم 60 من سورة التوبة، اللي ربنا قال في شأنها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فريضة من الله، ده بالنسبة لهذا الأمر، مفعول مطلق، فريضة من الله. ده حاجة. يبقى عندنا قول الإمام الشافعي وجمهور أصحاب إن مصرف الزكاة يكون إلى الأصناف الثمانية المذكورين في الآية الواردة في سورة التوبة رقم 60، واللي ربنا قال فيه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر ذلك. الكما في الزكاة هذا مع قول أبي سعيد الاصطخري من أئمة الشافعية أيضا، قال قال: إنها يجوز صرفها إلى ثلاثة من الفقراء والمساكين، ثلاثة من الفقراء والمساكين، بشرط أن يكون المزكي هو المخرج. هو الإيه؟ هو المخرج. يعني لو أنت بتطلع بنفسك تطلعها لثلاثة من الفقراء أو ثلاثة من المساكين. طب لو أنت دفعته، قال إيه؟ قال: فإن دفعها إلى من يتولى جمعها، حطيتها في جامع، حطيتها في جمعية، حطيتها مع الجماعة اللي هم بيقولوا احنا بنطلع الزكي، بيقولوا عليه تلاقي جماعة في البلد احنا بنعمل بيت مال. قال هنا الشيخ الشعراني بيقول بيقول: مع قول أبي سعيد الاصطخري يجوز صرفها إلى ثلاثة من الفقراء والمساكين، بشرط أن يكون المزكي هو المخرج، فإن دفعها إلى الإمام أو إلى بيت من بيوت الزكاة لزمه تعميم الأصناف، أي لزمه أن يدفعها، أن يعمم إلى الأصناف الثمانية. هذا عند الإمام الشافعي لكثرتها في يده، هيلم منك ومن غيرك ومن غيرك ومن غيرك، نقول وزع على الناس كلها بقى الأصناف الثمانية. لكن اللي بيطلع عن نفسه وعن عياله في الحالة دي، نقول له شوف ثلاثة كده
انت تعرف كده ثلاثة تستوثق ان هم من الفقراء او من المساكين وروح طلع لهم في هذه الحال. بتطلع 35 جنيه، بقول له طلعهم لكل واحد 10 جنيه، واحد 15، بتطلع 77 جنيه علشان العيال اللي معاك. خلي بالك ان كان معاك انت وزوجتك بنقول له كل واحد 20 جنيه لايه؟ لهؤلاء. طيب مع قول مالك وابي حنيفه واحمد بجواز صرفها الى فقير واحد فقط، قالوا ويجوز صرف فطرة جماعة الى مسكين واحد، واختاره ابن المنذر وابو اسحاق الشيرازي. هذا حاجة. احنا بنقول اختلاف الأئمة ده رحمة، وبنقول من القواعد المقررة في الفقه الإسلامي لا ينكر المختلف فيه. طيب جماعة قالوا نديها للأصناف الثمانية، طب انت هتطلع 100 جنيه، اما هدي الواحد 10 جنيه ولا 15 هيعملوا له ايه؟ وجماعة قالوا تديها لتلاتة، لما تطلع 100 على التلاتة هياخدوا ايه؟ 30 جنيه، هيبقوا معقولين. وجماعة تانيين قالوا يجوز انك تطلعهم لفقير واحد ولا مسكين واحد، تمسك 100 جنيه تديها له، هيروح يجيب بها ايه؟ 2 كيلو بطاطس ولا طماطم ولا حاجة، غير ما تديله 10 جنيه من 100. يبقى انت اغنيته بال100 ولم تغنه بالايه؟ بال10. يبقى على كده بيان مصرف زكاة الفطر، بيان مصرف زكاة الفطر. هل من ذلك قول الشافعي؟ حكى الشيخ عبد الوهاب الشعراني أن زكاة الفطر عن أئمة المذاهب الأربعة أنه يجوز أن تصرف الزكاة لشخص واحد فقير أو مسكين، وحكى رأي آخر لثلاثة من الفقراء والمساكين، وحكى رأي ثالث أنه لا بد وأن تعمم الزكاة على الأصناف الثمانية الواردة في قول الله تعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثلاث إيه؟ ثلاث آراء. انت تاخد بأي رأي؟ الأيسر لك والذي تطمئن إليه نفسك. لو انت خدت برأي منهم تكون قد أخذت بسنة سيدنا رسول الله. اديتهم لواحد اديت سنة النبي، اديتهم لثلاثة اديت سنة النبي، اديتهم للثمانية اديت سنة النبي. هذا حاجة. البيان مصرف زكاة الفطر. حكى الشيخ عبد الوهاب الشعراني للعلماء آراء ثلاثة فقال: ومن ذلك قول الشافعي وجمهور أصحاب إن مصرف الفطرة يكون إلى الأصناف الثمانية كما في الزكاة، مع قول الاستخري أي أبي سعيد يجوز صرفها إلى 3 من الفقراء والمساكين بشرط أن يكون المزكي هو المخرج، فإن دفعها إلى الإمام أو إلى بيت من بيوت الزكاة لزمه تعميم الأصناف لكثرتها في يده فلا يتعذر عليه التعميم، مع قول أبي حنيفة ومالك وأحمد بجواز صرفها إلى فقير واحد. وقالوا
يجوز ويجوز صرف فطرة جماعة إلى مسكين واحد، واختاره ابن المنذر وأبي إسحاق الشيرازي. طيب، ده بالنسبة لما يتعلق في هذا الأمر. وجه هذه الأقوال ظاهر المعنى، أي دليل هذه الأقوال ظاهر المعنى، فإذا أخذت برأي من هذه الآراء تكون قد امتثلت لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ملت إلى الرأي الذي يقول بذلك فأخذت به فبها ونعمة، أي إن ملت إلى الرأي القائم بتوزيعها على الأصناف الثمانية ماشي، بتوزيعها على ثلاثة ماشي، بتوزيعها على الإيه؟ على واحد ماشي. وهذا يندرج تحت قول الحق جل علاه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويندرج أيضا تحت قول حبيب الله ومصطفاه سيدنا محمد ابن عبد الله: بعثت بالحنيفية السمحة، أي السهلة المحفوظة من التفريط والإفراط. طيب، ثم بعد ذلك ذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراني حكم آخر، ألا وهو تعجيل زكاة الفطر، فقال: ومن ذلك حكم تعجيل زكاة الفطر، ينفع قبل رمضان أدفع زكاة الفطر فيدخل عليه؟ قالوا إيه؟ قالوا: ومن ذلك قول أبي حنيفة إنه يجوز تقديم زكاة الفطر على شهر رمضان. على إيه؟ على شهر رمضان. قبل رمضان أدفع؟ أيوة أدفع، هيدي أدفع أدفع. لا، أبو حنيفة قال لك يجوز ليك، ليت قدامك واحد وجاي وعايز حاجة، حاجة ديت من ضمن الضرورات، أو متوقف حاجة أولاده عليه، واحد قدامك ما معكش، أنت مش عايز تديله ولا من زكاة الفطر، في الحالة دي ضرورية من ضروريات الأمور. قال: يجوز لك أن إنك أنت تعجل تقديم زكاة الفطر. قال: ومن ذلك قول أبي حنيفة، حكى الشيخ عبد الوهاب الشعراني في هذه الحالة ما ذكره العلماء، فذكر بأن هناك رأي يقول لا يجوز تعجيلها عن وقت الوجوب وهو ليلة العيد، وذكر رأي يرى أنه يجوز تعجيلها في هذه الحالة، يجوز تقديمها من أول يوم في رمضان، وذكر رأي ثالث أنه يجوز تقديمها على شهر رمضان. فمن أصحاب هذه الآراء؟ قال: ومن ذلك قول أبي حنيفة إنه يجوز تقديم زكاة الفطر على شهر رمضان، مع قول الشافعي إنه لا يجوز تقديمها إلا من أول شهر رمضان. ده يعني يجوز قبل رمضان، ده عند أبو حنيفة لا يجوز إلا إذا دخل رمضان. الرجل قال الرؤيا بكرة والرمضان بكرة، قال من أول ليلة في رمضان، طالما رمضان دخل بنقوم الأول ليلة. ليه؟ لأن أول ليلة في رمضان بتعتبر من رمضان، لأن الليلة مقدمة على اليوم، الليلة مقدمة على اليوم. يعني احنا النهاردة ايه؟ السبت، الليلة بتاعته كانت من امبارح، الحد ليلة الحد من ساعة المغرب ما يدن يبقى بدأنا في ليلة الحد، خلاص الليلة بتاع الحد مقدمة على يوم الحد. فهنا
قول أبي حنيفة يجوز تقديم زكاة الفطر على شهر رمضان أذرا. قول الشافعي لا يجوز تقديمها إلا من أول شهر رمضان، يعني من أول رمضان تنفع، قبل رمضان ما تنفعش، مع قول مالك وأحمد إنه لا يجوز التقديم عن وقت الوجوب اللي هو إيه؟ غروب الشمس من آخر يوم من رمضان بس، هذا رأي التالي. فالأول مخفف اللي بيقول لك ممكن تدفع زكاة الفطر قبل رمضان، والثاني فيه نوع تخفيف، ادلك رمضان كله انت عليك 500-400 جنيه ولا حاجة، انت في بيتك ومعاك عيالك قول أربعة وانت واحد يبقوا خمسة، فقلنا 40 جنيه، الخمسة في أربعة بكام؟ خمسة بخمس قول 50 ب250، كل يوم وانت طالع بقول لك ايه في رمضان تطلع 10 تطلع 5 بنية هذا. قال لك ايه؟ قال لك اهو فيه نوع من باب انواع الايه؟ التخفيف. ولكن الرأي الثالث بيقول ايه بقى؟ قالوا في هذه الحالة، قال اول مخفف، الثاني فيه تخفيف، والثالث فيه تجديد، ما تطلعش الا لما الامام والمفتي يطلع يقول لك ثبتت رؤية هلال شهر شوال، من ساعة ما يقول لك تبقى وقت الوجوب ولا يجوز تقديمها عن وقت الايه؟ الوجوب. ففي تجديد على الناس، افرض طلعت دورت ما لقيتش الناس، افرض الناس اللي عايزين ياخدوه روحوا بيتهم عشان يناموا، افرض راحوا بلادهم ومش لاقي حد، في هذه الحالة يبقى الاول فيه تخفيف مطلق، والثاني فيه نوع تخفيف، والثالث فيه ايه؟ تجديد. طيب ده بالنسبة لما يتعلق بهذا الايه؟ الامر. وجه الاول من قبل رمضان ان من قدم فقد عجل الفقراء بالفضل فلا يمنع، وقد سكت الشارع عن تعيين وقت الوجوب كما سكت عن بيان وقت انتهائه، اللي بيقول لك ان بعدها بتبقى دين، فجاز تعجيل الزكاة قبل يوم العيد ومن اول شهر رمضان وقبل شهر رمضان كمان. ووجه الثاني الاخذ بالاحتياط، وقد يكون يوم العيد شرطا في صحة الإخراج كأوقات الصلوات الخمسة إذا لم يجمع والحمد لله رب العالمين. ما بالنسبة لهذا الأمر يعني عايز يقول لك أخذا بالإيه؟ بالاحتياط، لأن الغرض إنما هو إغناءهم عن مد إيديهم وعن تطلعهم للناس في يوم العيد وإيه؟ وليلته. فالأولى والأفضل إن احنا نتجاهلهم فيما يتعلق بذلك الإيه؟ بذلك الأمر. طيب ده بالنسبة لهذا، وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عما حكاه الشيخ عبد الوهاب الشعران عن أئمة المذاهب الفقهية الأربعة في باب زكاة الفطر، في باب زكاة الايه؟ الفطر. طيب ثم بعد ذلك تعرض الشيخ رضي الله عنه إلى باب طبعا الصدقات، باب ايه؟ الصدقات هتطلع ازاي؟ اسمة الصدقات، هذا حاجة. ذكر مسائل الاتفاق ومسائل الاختلاف، فقال اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز. طبعا احنا اتكلمنا عن زكاة الفطر، دخل يتكلم عن ايه؟
عن مصارف الزكاة الثانية بقى غير زكاة الفطر. قال لك اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز إخراج الزكاة لبناء مسجد أو تكفين ميت. أو تكفين إيه؟ ميت. ها؟ ما هو عشان كده إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. الفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم، بس مش عاملين عليه. مش معنى العاملين عليه إن حضرتك يبقى عامل لي جمعية خيرية وتطلع لي منها كل شهر 20-30-40 ألف جنيه وتقول لي أنا من العاملين عليه. هو البلاء الذي عم تقول لك ده أنا بشتغل في الحتة الفلانية بتاعت الزكاة، وبعضهم يطلع نفسه بال40 وال50 ألف في الشهر. هو ده بقى يعني انت تاخد مني الزكاة اوساخ الناس وتقول للصلاة من العاملين عليها؟ بقدر الحاجة وبقدر ما يسد الرمق. ها؟ يا ريتها جيت على شنطة. يا سلام، الله ما شاء الله. انت راجل، احنا بس بنقول يعني بقدر ما يسد الرمق، مش تاخد 9 وتوزع على الفقراء والناس التانيين 1، لأن الضمير وذمم العباد زي ما قال ابن الصلاح بيقول إن ابن الصلاح ده من أعمال القرن الكام؟ التاء الرابع الهجري 300 وكذا. بيقول إن ذمم العباد قد خربت والحمد لله. فإذا كان من 300 ده الكلام ده الجماعة اللي بيوزعوا يتحطوا له يقول له خد وزع على الجماعة الفقراء يخلي باله، وكأنه حصر الجماعة الفقراء في قرايبه ومعارفه وأصدقائه يا مولانا. هذا حاجة. وإزاي يولفها له؟ تقول ابن الصلاح بيقول لك في أمثال هؤلاء إن ذمم العباد قد خربت والحمد لله. فإذا كان هذا في زمان ابن الصلاح فإنا نقول إذا كان هذا في زمان ابن الصلاح فإن في زماننا هذا لم تعد هناك ذمم حتى يطرأ عليها الخراب. هنا خلي بالك بيقول لك خد بس ما يسد به الرمى، مش تاخد حقهم لأنهم سيسألونك يوم القيامة عنه. مسائل الاتفاق نقول الكلام ده حتى نحذر من يغالون في الأخذ بحجة أنهم من العاملين عليه. ده حاجة. واحد يقول لك أصل أنا باخد وأنا بشتغل طول السنة وأنا بعمل، وتقول أنت بتاخد كام؟ أخلصت الموضوع. هذا حاجة. ده بالنسبة اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز إخراج الزكاة لبناء مسجد أو تكفين ميت. هذا ما حكاه الإمام الشيخ عبد الوهاب الشعراني عن أئمة المذاهب الفقهية الأربعة. طيب أجمعوا على تحريم الصدقة المفروضة على بني هاشم وبني عبد المطلب. طيب وهم 5 بطون
يعني كل من يثبت أنه ينتمي من الأشراف يحرم عليه أخذ شيء من الصدقات والزكوات. نعم. وهم خمس بطون: آل علي، آل العباس، آل جعفر، آل عقيل، آل الحارث. واتفقوا على أن الغارمين هم المديونون، الغارم اللي بيستلف عشان يفك حاجات الناس، بيستلف ده اسمه الغارمين، هذا حاجة. وعلى أن ابن السبيل هو المسافر، هو الإيه؟ هو المسافر. ربنا سبحانه وتعالى قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. في هذه الحالة ده بالنسبة لهذا الإيه؟ هذا الأمر. طيب نيجي بقى الحاجة، ربنا قال كده: هل تدفع زكاتك للثمانية ولا يكفي واحد من الثمانية؟ ها؟ تدفعهم للثمانية ولا للثمانية؟ هنا حكم استيعاب الأصناف الثمانية عند إخراج الزكاة، أي لمن معه مال. حكى ذلك الإمام الشعراني في ميزانه فقال: فمن ذلك قول الأئمة الثلاثة إنه يجوز دفع الصدقات إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية المذكورين في آية إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، الآية رقم 60 من سورة التوبة. من هم الأئمة الثلاثة اللي حكوا هذا الكلام واللي حكاه الشيخ الشعراني عنهم؟ قالوا: أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد بن حنبل. قال: فمن ذلك قول الأئمة الثلاثة وهم أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد بن حنبل، من ذلك قول الأئمة الثلاثة إنه يجوز دفع الصدقات إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية المذكورين في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يعني أنا زكاة المال بتاعتي 20,000 جنيه ولا 10,000 ولا 5,000، لقيت واحد محتاج أدهم له، أيوة تدهم له يعمل بهم مصلحة وتغنيه عن إن هو يبقى فقير، أعمل له بهم حاجة، هل يجوز ذلك؟ نعم. حكم استيعاب الأصناف الثمانية: هل من ذلك قول الأئمة الثلاثة إنه يجوز دفعها إلى صنف واحد، ومع قول الإمام الشافعي لابد من استيعاب الأصناف الثمانية إن قسم الإمام وهناك عامل، وإلا فالقسمة على سبعة، مع قول الشافعي إنه لابد من استيعاب الأصناف الثمانية إن قسم الإمام وهناك عامل
وإلا فالقسمة على سبعة، فإن فقد بعض الأصناف القسمت الصدقات على الموجودين. وكذا يستوعب المالك الأصناف إن حصل المستحقون ووفى بهم في هذا الأمر. ده بالنسبة لذلك، يعني واحد بيقول تدفعها الواحد فتغنيه عن واحد بيقول لابد من استيعاب الأصناف. طب ما هم مش موجودين ومش هنعرف نحصرهم، قال لك يجوز لك في هذه الحالة أن تدفعها إلى الموجودين وما تيسر لك من باب إيه، وذلك من باب أن طبعا إيه الرحمة، ومن باب الرأفة، ومن باب أننا نقوم في هذه الحالة بإيه بالتيسير على العباد. نسأل الله جل علاه أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يختم لنا وإياكم بالخير والرضوان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال لك إيه؟ طيب ماشي. أي وصية؟ أنت عملتها وبس؟ هو مات إمتى إن شاء الله؟ مات بقاله سنة؟ يبقى امتثل لهذا الأمر. القدر ما هوش كبير يعني، عشان نقول القيمة، يعني أنت عايز تقول القيمة 7000 جنيه دلوقتي بساعة السنة اللي فاتت زادت؟ يا أخويا خليك من باب العفو والصفح على أخواتك البنات، يعني هم السبعة وخلاص. عملت اللي عليك وعديت الموضوع قوي، انما تقول لي بقى اصل هم دلوقتي كذي وهم البنات هياخدوا كذي والبنات مش عارف مين. نعم. لا ما ده مش قسم، ده فرض يا حبيبي. احنا لنا دلوقتي في الموجود يقسم قسمة الميراث، ان لم تمتثل الوصية فلتقسم قسمة الميراث العدل، تقسم قسمة الميراث العدل، او يقوم الجميع، تقوم كل حاجة كده وبعد كده يتقسم على العدد للذكر مثل حظ الأنثى. مش عاجبهم ينفذوا الوصية، هاتوا الجميع كله بقى، هات الشقة دي التيف بكام؟ بمية، والشقة دي بخمسين، والشقة دي بكده، نجمع الكل كده ونشوف ده بكام وإيه، وبعد كده انتوا كام؟ تلات صبيان وأربع بنات يبقوا 10 كمال. اتجمعت المبالغ دي كلها بمليون 800، يبقى تشوف ده ياخد بقدر كام الولد اللي يبقى ايه، يبقى كل واحد 180 السهم يا اخوي، تدي للبنت 180 والولد 200 وكام 360. ما اللي يخصك بقى يبقى نقسم قسمه شرعيه، ان لم يحصل هناك تراض وتصالح على العمل يبقى نقسم بقى خلاص، حصل تراضي خلاص يبقى كل واحد يتنادي، لان حاجه في الشرع عندي اسمها التصالح، تصالحنا على ابويا قاله، محافظه على كلمته، محافظه على عظم الترب، ما تصالحناش بقى يبقى احنا قدامنا في حاله التشاح، يبقى القسمه الشرعيه كالاتي: يقوم الجميع ويقسم على عدد الاسهم. هذا والله اعلم، ونسال الله ان يختم لنا واياكم بالخير والرضوان، ونسال الله ان يعني يرزقنا واياكم التوفيق. اللهم ارض عن ازواج نبيك وامهات المؤمنين، ارض اللهم عن الصحابه والتابعين، وارض اللهم عن سيدي عبد الوهاب الشعراني صاحب هذا الكتاب الذي نقراه ونتدارس، انك يا مولانا على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم.